عندما يموت إنسان مسلم في بلادنا يدفع أهله مبلغ من المال لشخص أو أكثر من أجل ختم القرآن للميت، ما رأي فضيلتكم بهذا؟ هذا لا أصل كونه إسلامي من يقرأ القرآن للميت، هذا لا أصل، هو قال لا أجر له، إن قرأ بالأجر فلا أجر له، فلا يستحب هذا ولا يشرع. وقد نظى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولم يفعلوا، هم أسرع الناس إلى كل خير وأسبقهم إلى كل طاعة، فلا يجوز أن يكون يستأجر من يقرأ الميت بعد الموت أو جماعة يقرؤون أيام العزاء، هذا بدعة لا أصل.